لو زدت تشرح تضاعف الشهاده. الدائره موجوده والموظفين كلهم موجودين الحمد لله والشكر، مثل ما تلاحظ ما ذاك الزخم اللي موجود، حفاظا على سلامه المواطنين. مرض كورونا تعرف العدوى وهذا، فالازدحام غير مقبول بهذا الوقت. هاي اولا. اثنين، الموظفين جيدين جدا، زين يساعدون الناس، يسهلون الامر، ويسهلون امر الناس. تعرف الله سبحانه وتعالى يسهل امره. احنا عندنا مطلب اخر اساسي، زين نطلب من الحكومه المحليه، الحكومه المركزيه، انه ترجع باقي الدوائر الدوله على الايمن. زين ليش؟ لان الدوائر تصير حركه، اذا موجوده الدوائر تصير حركه بالجانب الايمن، مما يساعد الى رجوع الحياه زين الى جانب الايمن. وضع الدائره زين ماشي، مراد يمشي معاملات سلاسه، ما اكو روتين طبعا، كل دوائر اكو روتين، بس احنا ان شاء الله بجهود الطيبين نتلافاها. معامله ما ضريبه والله، ما تحويل البيت والله ساعه تقريبا، ان شاء الله. لا 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 ماكو ازدحام. شو مطالباتكم؟ نتمنى كل الدوائر الاخرى ترجع، والموظفين ما مقصرين، كل الدوائر ان شاء الله، وتعاون بين المواطن والدوائر، موظفي الدوائر تمشي امور الناس. تعامل الدائره جيده جدا، وقله الازدحام، ونطلب من الدوائر الحكوميه كلها تفتح الجانب الايمن. والله ضريبه عندي، دفع ضريبه مال بيت، ما طولت نص ساعه الحمد لله والشكر. والله تسهيلات جيده جدا، كلها جيده جدا، ماكو اي عرقله واي تاخير. هي ملتزم التباع، لازم نكون حريصين على انفسنا وعلى مجتمعنا. اكو ازدحام داخل الدائره؟ لا لا ماكو ازدحام. انا هنا جدا راجع الضريبه، كل مزينين والله، تمشي الشغل العاديه والحمد لله. والله ما صار، يعني ذاك اليوم جيت صار من التجوال اسلم الضريبه فلوس، قال له تعال من انتهي، دج على اساس ثاني يوم صار معنا تجوال. هسه اليوم جيت هسه صار لي ربع ساعه، من جيت ثلاث ساعه هسه مشوني هسه اسلم فلوس. اي الحمد لله الساعه بس وقع. والله الحمد لله زين، ما حد عرق لي امر، لا زينين الحمد لله. اي شلون؟ لا غصبا عنا شيء، هذا واجب، هذا ما بس عليه. والله ما ملتزم نظر نفسي يا اخي، ما ضر احد. يعني هذا شيء مفروض على الكل، ما راد لا مراقبه ما راد شيء.